السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة. كنت من أخواتي إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بالصحة والسلامة وبالرزق وبالتيسير وبداك الشيء اللي تمنيتو إن شاء الله. المهم أخواتي، اليوم لما نطول عليكم غندخل نيشان في الموضوع. اليوم غادي نهضروا على نفور الزوج. هذه المسألة يعني الأكثرية ديال العيالات كلهم تيعانيوا من هذا المشكل، نفور الزوج. كل وحده كتقول لك انا الزوج ديالي نفر مني، انا الزوج ديالي عطيني اتساع، انا الزوج ديالي ما كيسمعش ليا الهضره ديالتي، انا الزوج ديالي ما كيشاركنيش الهضره، انا الزوج ديالي يعني الهضره المهم ما كيضحكش معايا، ما كيهضرش معايا، ديما نفرني، ديما هادي، ديما هادي. المهم هاد المساله يعني الاكثريه ديال العيالات اللي كيعانيو منها. المهم شنو هو السبب؟ الله اعلم. يعني بزاف ديال الاسباب اللي كاينين. كاين بحال دابا مثلا المراه كتكون هي والراجل عنيدين، هو تيشرق وهي كتغرب، هو تيبغي يدير هاد الحاجه وهي كتقول لي لا غادي ندير هاد الحاجه، هو تيقول غادير هاد الحاجه وهي تتقول. المهم كيبقى داك الخلاف بيناتهم، يعني شي ما راضي بشي. هادي ما خصناش نديروها بالنسبه للمراه، ما كيخصكش ديرها. صافي الراجل راه بحالو بحال الدري الصغير، يعني المهم كيف ما المهم كيف ما بغى هو ينعملو انا نعملو، ماشي مشكل. لحقاش انا شاركه مع حياتي وشاركه مع ولادي، ماشي مشكل. داكشي اللي بغى هو انا نديرو ليه. وبحال دابا مثلا تيكون نفر من المراه ديالو، ربما انت كتكون يعني ما كتهتميش به، ربما كتكوني ما كتهتميش به، كتكوني يعني داهيه غير في ولادك وهويا ناسياه، داهيه غير في شغلاتك وهويا ناسياه، وما كتوجدي له حتى شي حاجه يعني، وديما المهم ديما هامله. بحال هذه يقدر الراجل كينفر من المراه، هذه يعني حاجه ضروريه. وما كتستقبليش وداك الشيء اللي كيبغي هو ما كديريش ليه انتيا. المهم هذه المهم هذه حاجه مساله يعني راه صراحه ما كيخصناش نديروها. وثاني حاجه عاوتاني، حتى بالنسبه مثلا يعني المشاركه ديالك معاه في الفراش ديالو، ربما انه هو تيبغي شي حاجه انت ما يعني تيبغي، المهم تيبغي شي حوايج انت اصلا مهمله فيهم. حتى هاد الحوايج عاوتاني يقدروا ينفروا الراجل من المراه، هذه يعني راه اكيده. المهم انا غنقول لك واحد الكلمه، شوفي الحبيبه ديالي، مني تكوني في الدار ديالك اهتمي بالراس، اهتمي براسك. مثلا دابا اش غنقول لكم؟ ما تديهاش في ولادك، اي ديها فيهم بالصح، ولكن ملي قرب هو يجي ديها انت في راسك، باش هو بني يدخل يلقاك انت عاوتاني راه في شكل اخر. يعني راه تبدلتي على البارح، تبدلتي على سميتو، الصباح لقاك بواحد المنظر ودابا جا لقاك بواحد المنظر زوين. هذه يعني في الحقيقه هذه ما نفرطوش فيها، ما تفرطيش فيها، ديما نساق براسي، نهتم براسي، نلبس حويجات جدادين، نخلي ديال الشقه هو كيكون ديك الساعه خارج، نخلي ديال الشقه بوحديتهم، ونخلي عاوتاني داكشي اللي غادي نلبس من المورا غادي نخليه للدار. غنماكي الا كان هو تيبغي الماكياج غادي نماكي، غادي نقاد الحاله ديالتي، ومن يجي هويا عاوتاني غادي يلقاني في واحد الحله جديده. هذه حاجه. وثانيا نلبس داكشي اللي كيلبسو، مثلا داكشي اللي حرم الله في داكشي اللي كيديروا النصارى، داك اللباس اللي كيلبسوا انا نلبسو عند راجلي. ايه هذه ما فيهاش مشكل، هذه ماشي ما فيهاش نقاش. هذاك الشيء اللي حرام حنايا نشوفوه النصارى مثلا، راهم متبرجين، راهم يعني تيخرجوا الراس ديالهم عريان، كيخرجوا هكا لابسين شي حوايج يعني عريانين. هذا انا عند راجلي نلبس داك الشيء، انا حيت انا كاينه غير انا وراجلي. هذاك الشيء حلال عليك انتيا، هذاك الشيء خصك ديريه انتيا، يعني عندك انت في الدار حلال، حلال عليك في الدار انت وراجلك، حلال عليك. تقدري تاتيري بهذيك الطريقه، تقدري انت تجلبيه لعندك بهذه الطريقه يعني، وما نبقاش بحال هكا دايره الزيف على راسي، يعني انا هامله راسي اولا شي حاجه. لا ما نديرش الزيف على راسي، ندير كاع الا مثلا انا ما مولفاش كنحيد الزيف على راسي، ندير غير شي زويف خفيف هكا في الدار ديالي، غير شي زويف خفيف هكايا، والمهم نصاوب حالتي ونقي حالتي ونلبس مزيان وكلشي، ومن يجي هو يلقاني في ذاك سميتو ما غايشوفش اللي كاينين في الزنقه، غادي يشوف فيك انتيا، غايشوف فيك انتيا. صافي داكشي اللي كيديروا النصارى اللي حنا كنكونوا ما راضيينش بما باغيين شي، لا عندك انتيا حلال عليك، ديري عندك في الدار ديالك. اي هذه ما فيهاش مشكل، لحقاش غير انتيا وراجلك. صافي باش تجلبي الراجل ديالك لعندك، ماشي تبقاي انتيا عاوتاني في شكل هو في شكل، يعني راه بزاف ديال المسائل اللي تيكون الراجل ما تيبغيهمش في المراه، ما تيبغيهمش في المراه وصافي، وتيهملها. ما يمكنش يكون الراجل داكشي كله اللي باغيه يكون فيك ويعني ونفر منك، ما يمكنش. هذه راه ما يمكنش. حاجه ثانيه عاوتاني هذه دوزناها، واخا
حاجة تانية أو تاني، ربما يكون داك الراجل مسحور. إذا كان داك الراجل مسحور راه ما غيبقاش داك الوجه ديالك، ما غيبانش ليه هو هذاك، الريحة ديالك ما غتبانش ليه هي هذيك، الكلام ديالك ما غاديش يسمعو، غادي يبغي يتفرج في التلفازة غير بوحديتو، غادي يبغي يشد التليفون ويبقى يهضر غير بشوية غير بوحديتو، وما يشاركك انت حتى في شي حاجة، يعني في الدار انت في جهة هو في جهة، هذيك كتعرفي بأنه مسحور. وكل مرة يذكر لك الطلاق ويعاود يذكر لك الطلاق ويعاود يذكر لك الطلاق، هنا فين كتعرفي بأن الرجل راه مسحور، كتعرفي بأنه الرجل مسحور. راه مادام الرجل جالس معاك في الدار، واخا تيكون داك النفور وتيكون هو جالس معاك في الدار، عرفي راه باقي باغيك، لحقاش كون ما كانش باغيك ما غيجيش عندك للدار، الا الا كانت شي حاجه اللي دايره لي بحال هكاياك. الراجل الا ما كانش باغيك راه ما غيجلس معاك للدار بقطع بتاتا، صافي غادي يمشي لجهه اخرى مادام انه كيجي للدار. الا شوفي الحل بينك وبينه، هذه يعني هذه بالنسبه ديال السحر اللي قلت لكم انا، راه الريحه ديالك ما غاتجيش هي هذيك، واخا تكون انت يا نقيه ودايره شي ريحه ما نقولكش، ولكن عنده هو كتجي ديك الريحه ماشي هي هذيك. الوجه ديالك ما تيبقاش عنده داك الوجه اللي كان تيشوف نهار الاول منور وزوين ويجي لعندك ويقيسك ويعنقك وكل شيء، ما تيبقاش داك الوجه ديالو، داك الوجه ديالك ما تيبقاش عنده هو يا زوين، وديما نفر منك وديما يهضر في التليفون غير بوحديتو وديما يبغي يتفرج في التلفازه، يعني انت ما عطيكش وقت، عرفي بانه راه مسحور. هذه هيايا، وذكر لك كل ساعه يذكر لك الطلاق، كل ساعه يذكر لك الطلاق، كل ساعه يذكر لك الطلاق، هنا كتعرفي بان داك الراجل راه مسحور. هذه اكيده، يعني الا شفتي الراجل بحال هكايا يعني ما كيطيقش الكلام ديالك بخطره، ما تيطيقش الكلام ديالك، انت كتهضري هو معبس عليك، هو داير منك، الريحه ديالك ما كيحملهاش، الفراش ما كتجمعيش فيه انت وياه، ديما كيذكر لك الطلاق، عرفي بانه راه مسحور. الحاجه اللي غادي ديري، غادي تجيبي بحال دابا مثلا الماء بحال دابا درنا هكايا مثلا 5 لتر ديال الماء ماشي مشكل، 5 لتر ديال الماء ولا 4 لتر ديال الماء ولا 3 ديال الماء، صافي هذه ديالك الماء، صافي. وغادي نقرا عليها سوره الفاتحه 7 المرات، المعوذات 7 ديال المرات، ايه الكرسي 7 ديال المرات، سوره النصر غير مره واحده، سوره الانشراح غير مره واحده. هذه الا كان مسحور، هادو كلهم غادي تقرايهم على ديك على داك الماء، هذاك الماء غادي تقرايه عليه بحال هكايا، ومني غادي تقراي عليه بحال هكايا غادي تشدي واحد الغراف اولا مثلا قرعه ديال الليترو غادي تحيديها، ماشي حتى قرعه ديال الليترو، المهم قرعه ديال الليترو اولا كاع غير السيترو ماشي مشكل، المهم غادي تاخذي من داك الماء، انت قريتي عليه داك القران، قريتي عليه كلشي، صافي ساليتي، غادي تهزي واحد نص سيترو ديال الماء غتحيديه، هذاك الماء غادي تلوحي فيه العرعار، العرعار يعني راه كلشي كيعرفو، العرعار راه كلشي كيعرفو، هذاك العرعار غادي تلوحيه في داك الماء. شنو قلت لكم هذيك النهار؟ هذاك العرعار ملي كتبغيو تخدموه شنو كتقولوا؟ دابا داك الماء اللي شاط قريتي عليه القران، هذاك غادي تخليه غتبقاي تشربي انت وهو، واخا هو ما يسقش الخبر غادي تشربي انت وغادي يشرب هوايا، هذا راه فيه دوك الايات، المهم فيه دوك ايات قرانيه ودوك جوج سورات ديال الايات، سوره النصر وسوره الانشراح، والاخرين خلاص هذوك راه يعني هذوك راه سوره الفاتحه 7 ديال المرات، هذا المعوذات هذوك غادي نقراهم، وايات الكرسي هذوك غادي نقراهم، المهم هادشي كلشي غادي نقراه حنايا، سدينا ديك القرعه هذيك غنبقى نشرب منها انا وهو، هذاك الليترو اللي حيدتي ديال الماء اولا السيترو غادي ديري فيه داك العرعار، ملي غادير داك العرعار شنو غتقولي؟ يا العرعار يا ولد العود دخلت عليك بربي المعبود، الا ما فسخ كل من داروه الطلبه وماليات النهود، هادي راه قلتها لكم ديك النهار، وغادي تخلي داك العرعار في داك الماء. من بعد هذاك العرعار من بعد اش غادي ديري؟ غادي تشوفي شي قرعه، غتشوفي شي قرعه وغادي ديري منها شي شويه وغتبقاي غير ترشي الدار، ترشي الدار هذه بالعرعار، ماشي غتسيقي لا، راه حيت راه فيه القران، ما غتسيقيش بغادي تبقى غير ترشي به الدار ديالك، رشي الدار، رشي هكايا القنوت ديال بيت النعاس، رشي هكايا، رشي بديك داك سميتو بداك الماء اللي فيه العرعار، هذه الا كان مسحور، وان شاء الله الرحمن الرحيم ما غتبقى فيه حتى شي حاجه. ومني نسالي عاوتاني غادي نقول واحد الدعاء، هاد الدعاء كلكم غادي تقولوه، يلي غير نفر منها الزوج، يعني هي عنيده معه وعنيد معها هذه، اولا بالنسبه للسحر اولا بالنسبه للعارض، نهضروا على العارض ونخلي هذاك الدعاء غادي نقول لكم غنقول لكم في الاخر. عاوتاني كاين العارض، الا كان عندك العارض راه الراجل ما غاديش يقرب ليك، راه ما غاديش المهم ما غتبانيش ليه، هذاك العارض راه الا كان جاك داك العارض غير هكاك راه تقدري تداويه، راه الا سلطوا عليك شي واحد راه هذاك هو المشكل،
يجي شي واحد ويسلط عليك هذاك العارض، راه هذاك هو المشكل. اما الا كان عندك العارض راه من طبيعه الحال راه ما غاديش في العقاره، الا كان عندك العارض راه حتى هذا المشكل غادي يكون، ما غيخلي داك الراجل اللي قرب ليك، ما غادي يخليه يهضر معاك، ما غادي يخليه يتكلم معاك، ما غيخليه بزاف ديال الحوايج اللي ما غيخليش يديرها هذاك العارض. سمحوا لي كنوض نحيد عليا العرق ونرجع لكم، عارفين اني مريضه مشكيت عليكم. المهم اخواتي، الا كان عندك العارض راه مشكله، الا كان داك العارض غير جاك هكاياك راه تقدري يعني بهكايا بالذكر وبالاستغفار وبسوره البقره، سوره البقره، سوره البقره، سوره البقره، يعني هذاك هادشي باش غادي تحيدي هذاك العارض. المشكل هي الا كان شي واحد سلط عليك داك العارض، هذا هو المشكل. الا كان سلطوا عليك راه اش غنقول لك، راه ما شاء الله راه خايب 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 داك العارض. هذاك العارض راه هذاك اش غنقول لكم، كيحبس عليك الرزق، يعني كيتلفك كيهوسك بزاف ديال الحوايج اللي كيدير لهم هذاك العارض. عندك بحال دابا مثلا، وحتى القارين الا كان يعني القارين حتى هويا يعني الا كان هو القارين يعني بجوجهم عليك راه مشكله. هذاك القارين يعني راه كل واحد عنده داك القارين هكذا، هذه هكا حنايا، يعني الانسان ديما كيكون عنده قارين وتيكون في جسد واحد. انا انسان عندي قارين ولكني حنا بجوج في جسد واحد، يعني ما كاينش اللي ما عندوش القارين. كاين اللي كيكون عنده القارين كيكون مساعده، وكاين اللي كيكون عنده القارين وكيكون ما مساعده شيء. هذا هو المشكل. الا كان داك القارين عندك ما مساعدك شيء راه مشكله، اما الا كان مساعدك راه الحمد لله. حتى داك القارين راه مشكله، وهذاك داك العارض هذاك الجن راه هذاك الجن المتسلط راه هذاك راه مش غنقول لكم اي حاجه يقدر يديرها لك. هذاك شتي الجن كانت قالت لي واحد البنت مسكينه، قالت لي واش الجن كيقتل؟ وانا جاوبتها قلت لها مسكينه لا ما كيقتل شيء، ولكن هو الجن يقتلك. يقتلك كيبقى عليك تيحبس عليك الارزاق، تيحبسك في الدار، كتولي جالسه غير في الدار، ما كتبغي لا تخرجي لا تدرجي لا تهضري مع ناس لا تكلمي مع ناس، كيقبحك حتى قدام الناس، كتبغي تمشي تخرجي هكا وما كيخليكش، كتبقاي منحاسره. وداكشي هو اللي تيبغي، ولكن لا حسيت براسك عندك العارض ما نجلش في الدار وما نسدش عليا، ما نجلش في الدار وما نسدش عليا، راه داكشي غيبقى حتى يركبك الاكتئاب. ومني غادي يركبك الاكتئاب باش قلت لكم راه تيقتل، باش غادي ملي غادي يركبك الاكتئاب غادي تولي ما نتيش في حاله، غادي يطلع لك المهم غادي غتوصل بك لواحد الدرجه اللي غادي تقتلي انت راسك، انت غتنتحري. شكون سبب الجن؟ غتنتحري انت، غادي تخوي هكا على راسك شي حاجه وتشعلي فيك العافيه. اذا منين؟ من الجن. راه الجن يقتل ماشي ما كيقتل شي، راه يبقى لاصق فيك حتى يقتلك باي طريقه يقتلك، اما تنتحري اما تقتلي راسك اما تشعلي العافيه في راسك. المهم ما غاديش يتفارق منك، ولكن باش غادي نحاربوه بالقران ولا سيما الرقيه، باش نحاربوه الرقيه. ولكن الرقيه يوميا، ماشي انا درت الرقيه بحال اليوم ودرتها لغدي ودرتها لغدي ونقول صافي راني ساليت، لا. اولا تمشيو عند شي راقي ويكذب عليكم ويقول لكم لا ايوا صافي انا ساليت لك الرقيه صافي سيري بحالاتك، لا. ديك الرقيه راه كتبقى 6 شهور، وديك الرقيه كتعاود كل نهار تعاوديها باش هو كيمل وكيخرج منك. بهالطريقه اخواتي غادي تحاربوا داك العارض، يعني بالقران وبالذكر وبسميتو بالاستغفار، واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه نقولها، والاستغفار خلاص راكم عارفين الاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، وغادي غادي نقولها. المهم غادي نبقى نستغفر وغادي نبقى نصلي على النبي وغادي نبقى يعني داك الذكر وغادي نوض وغادي نصلي وغادي ندعي وندعي وندعي، ولا سيما الدعاء. اي وحده عندها شي مشكل ما بينها وبين راجلها غادي تقولها الدعاء، يا عندها عارض يا عندها يعني غير مشاكل ما بينها وبين راجلها يا عندها سحر. المهم اخواتي انا غادي نقول لكم هذا الدعاء، وهذا الدعاء يعني غادي تستمروا عليه، ورا سيدي ربي غادي يسمع منكم هاد الدعاء، ولا سيما بالليل الا قلتوا هاد الدعاء راه سيدي ربي غادي يستجب لكم كلشي. انا غنقول لكم هاد الدعاء، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حنان ويا منان، الف بين قلبي
وقلب زوجي، ونجنا من الظلمات إلى النور، وقنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك متنين بما بها عليك قابلين بها، وأتمم علينا وأصلح ما بيني وبين زوجي. هذا هو الدعاء. المهم هذا الدعاء يعني ما يخطاكمش، هذا الدعاء ما يخطاكمش. نعاود لكم هذا الدعاء مرة أخرى باش يعني اللي ما سمعش منه بلو يسمع تاني. نعود لكم: اللهم يا حنان ويا منان، ألف بين قلبي وقلب زوجي، ونجنا من الظلمات إلى النور، وقنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك متنين بها عليك قابلين بها، وأتمم علينا وأصلح ما بيني وبين زوجي. آمين. المهم هالدعاء ديما تقولوه، ديما هالدعاء تقولوه، والله سيدي ربي حتى غادي يسمع منكم ملي غتقولوا هالدعاء، وغادي تكونوا يعني بصراحه تكونوا كتصليوا، تكونوا كديروا الذكر باش ما تخليو الشياطين يلعبوا عليكم، وديروا داك الذكر حتى العارض الا كان غادي يهرب بحالاته. اليوم غدا غادي يتقهر وغادي يمشي بحالاته، غيولي هو خايف منك ويهرب ويمشي بحالاته. وحاجه وحده، داك الحريض، داك الجن العاشق، كيفاش حتى كيلصق في المراه؟ كيفاش هو تيلصق في المراه اللي كتكون خوافه؟ ما كيلصقش في المراه اللي كتكون يعني عفريته وكتكون شطاماطه، هذيك راه ما كيجيهاش. هذيك راه كتكون بحال الراجل. اما المراه اللي كتكون خوافه، مثلا نتي في الليل بغيتي تمشي غير هكايا حاشاكم الكوزينه، وبغيتي غير تشربي، شعلتي الضو بانت لك شي حاجه وتديري بحال تخلعتي، كتقولي فار داز من هنايا، راه تماك راه هو تيعجبو الحال، انت راكي خايفه وفيك فين غادي يلصق. لحقاش حتى هو راه تيخاف على راسو، هو راه حتى شي حاجه، هذاك الجن راه حتى شي حاجه، هو غادي يخاف على راسو، ولكن بالنسبه للعيالات اللي كيخافوا هما فين كيلصق، فين كيلصق هذاك الجن، هو فين كيلصق، ما تيبغيش يحيد منهم. المهم اخواتي، كنتمنى ان شاء الله ديروا هادشي اللي قلت لكم انا، يعني اللي عندها العارض هي راه تعرف بان راه عندها العارض، واللي عندها السحر راه غادي تعرف بان عندها السحر، واللي كانت غير هي وراجلها بحال هكايا، المهم نبدل داك الافكار ديالي، ونبدل داك الاسلوب ديالي، ونبدل الحياه ديالي في الدار، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير، والراجل ديالك راه ما غادي يشوف غير فيك. لحقاش مادام هو جالس معاك في الدار الا وراه مازال باغيك، ايه راه مازال باغيك، غير كاين داك النفور. شوف داك النفور منين جا، واش من سحر، واش من تعطل، واش من عارض، واش من 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 من, من هكا مشاكل ما بينك وبينه، يعني راه تما فين الراجل، يعني ما كيبقاش حتى هويا المهم توتين فرو صافي. اما مادام جالس معاك الا راه باقي باغي، لو كان ما كانش باغي غادي يدير وحده اخرى وغادي يمشي معها. كنتمنى اخواتي يعني ديروا هادشي اللي قلت لكم، وراه ان شاء الله ما غادي يبقى عندكم حتى شي حاجه ما بينكم وبين الرجال ديالكم. وهاد الدعاء ديما نقولوا، وسوره البقره، وهذا هو سوره البقره، والذكر، وكل شيء نديره، وهذا هو سميتو. واللي عندها العارض راه قلت لكم انا، الرقيه الشرعيه، والله ما غيبقى عندكم، غادي يتحرق وغادي يخرج بحالاته. كنتمنى اخواتي يعجبكم هذا الفيديو. شكرا، والى الملتقى ان شاء الله.